مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد، ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. هذه الحلقه نخصصها بشكل كبير للحديث عن تفاصيل انسحاب القوات الامريكيه من عدد من القواعد العراقيه واسناد المهمه للقوات العراقيه. ماذا عن هذا الانسحاب ودلاله التوقيت وتداعيات وتبعات هذا الانسحاب على العراق ومنطقه الشرق الاوسط، عن الاسباب المعلنه والاسباب الخفية أو التي تبدو أيضا معلنة لعدد كبير من المتابعين، ربما الانسحاب سبب الحفاظ على القوات والجنود والضباط الأمريكيين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد. إذن تطورات الأوضاع الأمنية والميدانية والسياسية والإنسانية نناقشها برأي وتحليل في هذه الحلقة من المشهد وعلى الهواء مباشرة مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المحلل السياسي والأستاذة بجامعة عين شمس. مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك معنا. أشكرك على تلبية الدعوة. اسمح لنا في البداية نتوقف سريعا لمتابعة هذا التقرير التالي. في انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة انسحاب القوات المكلفة بتدريب الجيش العراقي كإجراء وقائي. من جانبه أكد البنتاغون أنه بعد تعليق الجيش العراقي كل أنشطة التدريب في أوائل مارس الجاري لتقليل انتشار فيروس كورونا بين قواته، قامت قوات التحالف بإعادة بعض قواتها إلى بلدانها، مؤكدا أن التحالف ملتزم بإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وذلك من خلال شراكته مع القوات العراقية، وسيستأنف عمليات التدريب عندما تسمح الظروف. وأعلنت بريطانيا وأستراليا سحب مدربيها من العراق والإبقاء على أفراد أساسيين، كما سحبت فرنسا نحو 200 جندي من العراق على غرار تشيك التي سحبت جنودها وهم نحو 30 جندية. كانت القوات العراقية مستمرة في تنفيذ عمليات مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، رغم تصويت البرلمان العراقي على انسحاب نحو 5200 جندي أمريكي من البلاد. وتعرضت قوات التحالف الدولي إلى عدة هجمات صاروخية في الأشهر الستة الأخيرة استهدفت غالبية قواعدها في العراق. يذكر أن العراق وصل بها مجموع الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في جميع محافظاته إلى 554 حالة، فضلا عن 42 حالة وفاة. أجدد التحية من جديد لكم مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المحلل السياسي الكبير. لك التحية من جديد دكتور محمد. ويعني في أي سياق تضع هذا الانسحاب القوات الأمريكية من قاعدة كيون في كركوك بالعراق وإسناد مهمة التواجد للقوات العراقية، ومن المنتظر أيضا الانسحاب من باقي يعني مناطق التمركزات الأمريكية في العراق؟ أسباب معلنة تبدو أنها أهداف أو أسباب وردية ونبيلة، فكرة يعني إعطاء المهمة لأهل البلاد، وأسباب غير معلنة ولكنها معلنة في نفس الوقت، فكرة انتشار وباء فيروس كورونا والتخوف على القوات والضباط والجنود الأمريكيين من التواجد خارج يعني النطاق الجغرافي للولايات المتحدة الأمريكية. يعني خلينا في البداية نؤكد على أنه الفكرة يعني لم تبدأ من اليوم، الفكرة يعني قديمة، الفكرة يعني في نهاية العام 2017 وبداية العام 2018 كانت يعني التعاون ما بين الجيش العراقي وما بين القوات الولايات المتحدة الأمريكية بحجة مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد دور الحشد الشعبي في تلك الفترة المدعوم بشكل كبير من إيران، كان هو بالفعل اللي بيواجه تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وطبعا احنا عارفين انه الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي كان يدعي انه بيواجه داعش، لكن حقيقة الأمر هو يعني داعش صناعة أمريكية صحيح. بالأساس، وبالتالي احنا يعني لكن كنا خلينا نقول المطروح في تلك الفترة كان هكذا، لكن كانت
كل طول الوقت القوات العراقية، يعني قوات الجيش العراقي مع القوات الشعبية، الحشد الشعبي مع أنصارهم من قوات حزب الله اللي منتشرة على يعني الخط الحدودي وفي مواجهة داعش، كان طول الوقت في ذهنهم أنه التعاون حتى مع الأمريكي هو تعاون يعني مؤقت. وبالتالي بمجرد ما يعني أعلن الانتصار على داعش، أو بالفعل استطاع القوات قوات الجيش العراقي وحلفائه أنهم يجففوا منابع الإرهاب فيما يخص تنظيم داعش، كان الموجود طول الوقت في ذهنية القوات العراقية، وحتى ده طرح في البرلمان وطرح في يعني على المجال السياسي في كل صحيح. طيب إنه لابد من رحيل هذه القوات، لابد من رحيل. وحقيقة كانت هذه المطالبات زي ما حضرتك ذكرت من شوية، وزي ما احنا كلنا عارفين، ما هياش يعني وليدة اللحظة ان هذا الانسحاب ليس يعني بالمفاجئ، هو كان في يعني تنسيق. اسمح لي اكمل فكرتي. هو التنسيق بالفعل كان منذ عدة اشهر، تنسيق قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمواجهة داعش مع القوات الامنية العراقية بالانسحاب، ولكن التوقيت له دلالته بطبيعة الاحوال. التوقيت ليه دلالته، بس خلينا نقول حتى قبل ما يبقى في دلالة، قبل 3 أشهر كانت القوات الأمريكية تتكبد خسائر كبيرة من المقاومة العراقية، ويعني هو ده كان أحد أهم الأسباب الرئيسية. وإحنا شفنا في التصريحات، تصريحات المقاومة سواء المقاومة العراقية أو المقاومة ممثلة في حزب الله وإيران، كانت الرسائل واضحة، وخاصة بعد اغتيال سليماني. يعني إحنا كنا عارفين أنه بعد اغتيال سليماني في يعني مطلع العام، في مطلع العام، وحتى نائب رئيس الحشد الشعبي، دي كانت عملية كبرى قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت إن هي اللي قامت بهذه العملية، وبالتالي كان يعني في مواجهة مباشرة ما بين المقاومة ومع الولايات المتحدة الأمريكية وجنود الولايات المتحدة الأمريكية وقواته الموجودة على الأرض العراقية، وبالتالي كانت القرارات التي اتخذت داخل العراق بالاتفاق مع المقاومة أنه لابد من مواجهة حقيقية، وبالتالي أي وجود الولايات المتحدة الأمريكية كان سيتكبد الولايات المتحدة الأمريكية خسائر. طبعا التوقيت زي ما حضرتك بتقولي بقى، طبعا التوقيت دلوقتي يعني تواكب. طبعا كانت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أعلنت أنها ستنسحب كان في مراوغة كانت طبعا، وده طبعا طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تتلكأ، وكانوا هم تقريبا موجودين يعني 8 قواعد عسكرية، هي قالت أنها تنسحب من 3 قواعد رئيسية. الآن المسألة أصبحت مختلفة. ليه بقى؟ محسومة على عدة مستويات. أنا أعتقد أنه الحروب التي خلقها النظام الرأسمالي العالمي، أو التي خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وحول العالم، أعتقد أنها أصبحت في مأزق بعد انتشار كورونا. يعني بعد انتشار كورونا، كورونا يعني أصبح هو العدو للجميع الآن، والحروب التي صنعت. يعني أنا خلينا نقول أن كل هذه الحروب اللي كانت موجودة والقوات الأمريكية التي انتشرت في منطقتنا وفي أماكن أخرى من العالم، والنزاعات المسلحة الكثيرة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تزكي هذه الحروب وهذه النزاعات من أجل بيع السلاح من ناحية، والدخول يعني كثير من الأموال للخزانة الأمريكية عن طريق انتشار هذه الصراعات والحروب في العالم. الآن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في مأزق، بمعنى أنها الدولة رقم واحد فيما يتعلق بخطر كورونا، حتى بغض النظر عن هذا الفيروس في إطار حرب بيولوجية، وهو مخلق أو غير مخلق، ومين اللي خلقه، هل الولايات المتحدة الأمريكية ولا الصين، في إطار صراع ما بين قوتين على سيادة العالم وعلى السيطرة الاقتصادية على مقدرات العالم من جديد. كل هذا الكلام أيا ما كانت الأسباب التي أدت إلى حدوث كورونا، فهي تحت المرتبة الأولى الآن في عدد الوفيات والمصابين. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم السباق. هذا التقدم للسباق بيجعل من هم بالداخل، خلينا نتكلم صحيح. بقى الداخل الأمريكي، وإحنا عارفين أن الداخل الأمريكي يعني إلى حد كبير لا يمكن السيطرة عليه بسهولة، بمعنى أنه الدافع الضرائب الأمريكي والمواطن الأمريكي دائما ينظر إلى السياسة الخارجية
في التو واللحظة مع السياسة الداخلية. يعني في الإطار اللي عندك بتواجه أزمة داخلية، من المفترض أنك أنت الدولة والحكومة ما تبقاش مشغولة ب يعني صراعات خارجية أو بالشأن خاصة الخارجي. أن هو في المطلق يا دكتور محمد المواطن الأمريكي مش بيهتم إلا بالداخل، التعليم، الصحة، الضرائب، الخدمات، فما بالك بقى أن في أزمة السياسة الخارجية لا تعنيه. يعني السياسة الخارجية لا تعنيه مش كده وبس، وبينظر للسياسة الخارجية أنها بتكبده خسائر. خدي بالي حضرتك أن الخسائر النهاردة مش هتبقى خسائر مادية، لأنه كان ترامب طول الوقت عمال يقول انه عبر هذه الصراعات اللي موجوده حول العالم، اللي موجوده في سوريا واللي موجوده، بيقول انا باخد مصالح. يعني هو حاطط ايده على ابار النفط في سوريا ودي بتحقق له تقريبا، هو يجاهر بسرقه خيرات وثروات هذه الدول وابتزازهم، وبيتكلم يقول انا ببتز السعوديه، ببتز الامارات، انا بحميكم فلا بد انك تدفع. ده حتى اليابان لابد عليها انها تدفع حمايه يعني حلف الناتو ليها، وهي دلوقتي مش عارفه تحمي نفسها. مش كده ده بقى. وبالتالي الآن أصبحت الإدارة الأمريكية في مأزق شديد فيما يتعلق بالقوات الأمريكية الموجودة بالخارج، لأنه هذه القوات الآن مش فكرة بقى أنها قاعدة في قواعد عسكرية في رفاهية كما يحلم الجميع، لا، دي أصبحت تتكبد خسائر، لأن المقاومة في هذه الدول أو الجيوش الوطنية في هذه الدول لن تبقي أو لن تترك الجنود الأمريكان والقواعد العسكرية الأمريكية يعيشون في راحة وفي رفاهية كما كان في الماضي، لا، ستزداد ضغطا عليها. إلى جانب بقى هذا الضغط في يعني أشياء أخرى يعني ظاهرة، وهي الضغط الداخلي. الضغط الداخلي لأنه دول أبناء لمواطنين بالداخل، وبالتالي عايزين يطمئنوا على أبنائهم، وعلى أقل تقدير أنهم حتى لو يعني خطر كورونا بيحيط بالجميع، يبقى محيط بالأسرة وهي مجتمعة، ما يبقاش مشتتة ولا يعني مشغول بالها ب يعني عائلها أو ابنها اللي موجود في العراق أو اللي موجود في سوريا أو اللي موجود في أفغانستان. طب يعني كورونا عدو البشرية والإنسانية جمعاء حقيقة، لا تفرق ما بين دول غنية أو دول نامية، وإن كانت الدول النامية حتى الآن الأوفر حظا في يعني دفع فاتورة تداعيات وتبعات هذا الفيروس اللعين من وفيات ومصابين، صاحبة الوجه المظلم والقاسي على الإنسانية جمعاء، ولكن ممكن أن يكون لها زاوية أخرى متعلقة بيعني الانفراجة السياسية والأمنية في بعض الدول اللي تم يعني احتلالها واغتصاب خيراتها وثرواتها المختلفة. يعني ما انطبق على انسحاب القوات الأمريكية هل ممكن ينطبق في المقابل على انسحاب القوات التركية من الشمال السوري وغيرها من التمركزات وتواجد لعدد كبير جدا من القوات الغاصبة لأوطاننا العربية بسبب تفشي انتشار يعني فيروس كورونا؟ ده كلام منطقي. يعني واحنا عارفين انه اصلا قبل حتى ما يتفشى يعني كورونا كانت هناك مواجهة حقيقية لتركيا، واحنا شفنا كيف كان في مطلع يعني هذا الشهر لقاء ما بين الرئيس بوتين ويعني اردوغان، رجب طيب اردوغان في موسكو، واتفقوا على انه القوات التركية ستنسحب تدريجيا من الشمال السوري وستقوم بتجفيف منابع الإرهاب وستتخلى عن دعمها للجماعات الإرهابية الموجودة في الشمال السوري وفي إدلب بشكل خاص. وبالتالي ده يعني أنه حدوث كورونا سيسرع من هذه الإجراءات، بمعنى أنه سيفر إلى الداخل لكي يحتمي، مش هيفتح على نفسه جبهتين، لأنه ما زالت الدولة السورية والجيش العربي السوري مصر على تحرير كامل التراب الوطني. وبالتالي زي ما القوات العراقية والجيش العراقي مصر على تحرير كامل التراب الوطني ولا بقاء لأي قوات أجنبية على أرضه، وبالتالي ده بالفعل يعني حدوث كورونا أو يعني الأحداث الدراماتيكية الأخيرة لفيروس كورونا أدت إلى أنه بالفعل ستحدث انفراجة سياسية وستحدث حل لكثير من النزاعات المسلحة والصراعات المعمقة، كل دولة بقى مهمومة بمشاغلها الداخلية وبنسب الوفيات والمصابين، ربنا عارفين جميعا يعني، بس صحيح لأنه أزمة حقيقية. لا، أزمة حقيقية، يعني هذه الأزمة
ستلقي بظلالها بغض النظر عن الأعداد. يعني أنا على فكرة مش مع التركيز بشكل كبير على الأعداد. مجتمعاتنا أو أقل عدد الحمد لله إلى هذه اللحظة فيما يتعلق بالوضع الصحي، لكن الكوارث ستكون على أو الأزمات أو الأزمة الأكبر ستكون على المستوى الاقتصادي والتداعيات الاقتصادية ما بعد كورونا، لأنه إحنا شايفين يعني ما تبذل الدول المتقدمة الأكثر تماسكا يعني اقتصاديا وصحيا على شبك، يعني على وشك الانهيار للأسف. هي بتنهار على المستوى الصحي، لكن خدي بال حضرتك انه والنظام الرأسمالي نفسه اثبت انه، والدليل على كده ان دول اوروبا الغربيه والولايات المتحده الامريكيه هي او النظام الرأسمالي العالمي هو اللي فشل، لكن هذا الكلام لم يحدث مثلا في دوله زي الصين. الدوله استطاعت ان تقوم بمسؤولياتها الاجتماعيه تجاه مواطنيها. ليه بقى؟ يعني المواطن في الصين. طب تسمح لي نرجع للتداعيات والتبعات الاقتصاديه الناجمه عن فيروس كورونا وعلاقتها بالاوضاع السياسيه والامنيه في يعني مختلف الملفات ومجمل القضايا، ولكن معنا الان مداخله ومشاركه هاتفيه من الاستاذ الدكتور طارق حرب المحلل السياسي من بغداد. دكتور طارق بعد التحية، يعني في أي سياق تضع هذا الانسحاب الأمريكي من قاعدة كي1 بقرقوق بالعراق؟ ومن المنتظر الانسحاب من باقي القواعد العراقية ودلالة التوقيت أيضا؟ دكتور طارق. نعم معك، تفضلي. أهلا بك يا دكتور طارق. يعني كيف تابعت الانسحاب الأمريكي من القاعدة العراقية وباقي القواعد العراقية بمشيئة الله وإسناد المهمة إلى القوات الأمنية العراقية؟ شكرا لك يا سيدتي. والله التصرف الأمريكي خاصة في هذا الوقت، وأن قدم تبريرا مساغا معين يقول بأن ذلك بسبب تفشي الكورونا، لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك، وأن الأمر فيه مسألة أخرى، ولا يتصور البعض أن في ذلك هو ترك لهذه الأماكن التعليمية. بالمناسبة هي ليست قواعد، وإنما سكنات منشآت داخل القواعد العسكرية العراقية تتولى تدريب العراقيين، فهي أشبه بمدرسة تدريب، مركز تدريب صغير يتولى التدريب ضمن معسكر كبير يملأه الجيش العراقي. يعني ايه الفرق بشكل سريع ما بين القاعدة العسكرية والثكنة العسكرية التي تقدم يعني تدريبا للقوات هناك؟ وليس حتى ثكنة، وإنما مجموعة منشآت أكثر من هو حضرتك طبعا اللي وصفت يعني هذه القواعد بالثكنة، يعني هذا الوصف لم يأتي على لساني، وأنت الآن تنفي أنها حتى ليست بالثكنة العسكرية نهائيا. قاعدة عين الأسد نعم قاعدة صحيح جزء من قاعدة عسكرية عراقية، لكن واضحة المعالم مقسمة، دخولها وخروجها محكوم بسيطرة عسكرية أمريكية. أما ما تبقى مما يسمى بالقواعد هي ليست قواعد بالتفصيل الذي ذكرته، فالانسحاب منها ولا يدلل على أنها إرجاعها للحكومة العراقية بناء على مطالبات. طيب دكتور طارق، يعني تحدثت في بداية كلماتك بأنه يعني انتشار وباء فيروس كورونا أو خوف الولايات المتحدة الأمريكية على قواتها المتمركزة في العراق من ضباط وجنود ليس هو الهدف الرئيسي أو ليس هو الهدف الذي دفع إلى التعجيل بهذه الخطوة، رغم المطالبات العدة من عدة شهور بالانسحاب ولم تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية في السابق. هل تحمل أسبابا يعني من وجهة نظرك، يعني بما أنك نفيت فكرة أن وباء كورونا يكون هو السبب الرئيسي في انسحاب القوات الأمريكية من العراق؟ أعتقد أن هنالك أمر ما بدليل أن الحكومة العراقية قبل ساعات أصدرت بيانا قالت أن قصف القواعد العسكرية، قصف الممثليات الأجنبية اعتداء على السيادة. معناها أن الحكومة العراقية توقعت ابتداء ان هنالك حركه من الجانب الامريكي، وبالتالي اصدرت مثل هذا البيان لكي تشعر الامريكان بانها تقاسمهم الهموم في ان الاعتداء على السفاره الامريكيه او اي قاعده عسكريه عراقيه فيها امريكان
هو بمثابة اعتداء على الجيش العراقي على السيادة العراقية. معنى ذلك أن هنالك شيء يجري في الخفاء كما يقال، يمكن أن يتم خلال اليومين أو الثلاثة القادمين على أبعد احتمال وقوع كبير، لكن هل أن احتمال وقوع 100% كأن يكون مثلا هجوم أو تدمير لقواعد معينة لجماعات مسلحة لفصائل مسلحة لميليشيات، الذي يبدو لي أن الأمر كذلك. طب معلش دكتور طارق، يعني اسمح لي ان اتوقف عند جزئيه حضرتك ذكرتها في كلماتك منذ لحظات، لو انا كنت فهمتها صح، فكره انه القوات الامنيه العراقيه بتوصل رساله للولايات المتحده الامريكيه بانه اي استهداف ليهم، اي استهداف للقوات الامريكيه للضباط او الجنود الامريكان، هو بمثابه استهداف للقوات العراقيه، وان العراق تقاسم الولايات المتحده الامريكيه الهموم كما وصفتها أنت في كلماتك الآن. هي العراق تقاسم الدولة الغاصبة والمحتلة لها الهموم، ماذا تعني من هذه الكلمات أو هذا الوصف؟ لا سيدة الكريمة، هذا بيان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه اعتبر كل هجوم على أي قاعدة أو مسؤولية أجنبية هو انتهاك السيادة الوطنية. ماذا يعني؟ على ذلك هذا هو يعني الأمر. وكيف استقبل الشارع العراقي هذا البيان من عادل عبد المهدي؟ يعني ما الذي يعني حتى لو كان هناك في علم السياسة يعني تنسيق مع بعض الدول الأعداء، يكون في الكواليس ويكون في الخفاء، لكن أنك تجاهر بتعاونك الوثيق مع دولة غاصبة ومحتلة لوطنك والأرضك وسرقت كل الخيرات والنفط والثروات العراقية، هذه هي يعني الطامة الكبرى التي لا يمكن أن تختفر. يعني فكيف به أن جاء بهذه الجراءة أو هذه العنترية إنجاز التعبير حتى تصدر منه هذه الكلمات ويخرج بهذا التصريح الخطير؟ لذلك تجدين حتى أن الميليشيات في طبائياتها تذكر منذ أيام على أن الفعل أما أن يكون فعلا إجراميا أو فعلا خاطئا خطأ كبيرا. نعم يعني القصف اللي حصل قبل يومين وقبل 5 أيام يعني فضائية عراقية معينة محسوبة على جهة ما تقول أن وهي الجهة التي كانت تنسب إليها أن هي التي تهاجم، تذكر أن هذا الفعل أما أن ينم عن إجرام كبير عظيم أو أن ينم عن خطأ جسيم لا يمكن نكرانه. فهذا الأمر يدل على شيء معين أن هنالك من الأجواء والآخرين يشعرون به، ونعلم هل يحصل هذا الشيء أو لا أشكرك. أشكرك جزيلا، وصلت الفكرة والصورة بشكل كبير جزيل. أشكر لك دكتور طارق حرب المحلل السياسي من بغداد. يعني دكتور محمد، يعني كيف تابعت هذه الكلمات أو هذه التصريحات أو أن يقوم رئيس الوزراء العراقي بإصدار هذا البيان الذي ربما يصفه البعض بأنه أشبه بالكوميديا السوداء، فكرة أن القوات العراقية تشارك القوات الأمريكية همومها؟ يعني للأسف الشديد أنه جزء كبير من يتصدرون المشهد السياسي الآن في العراق هم من جاءوا على الدبابة الأمريكية بالأساس، وهم عملاء للولايات المتحدة الأمريكية وجزء من المؤامرة على العراق العربي بشكل محدد، وبالتالي ما يقال في هذا الإطار غير مقبول لا شعبيا. والدليل على كده أنا لما قلت لحضرتك أنه إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب ليس تحت ضغط يعني الحكومة العراقية ولا تحت ضغط، لكن تحت ضغط المقاومة بشكل المقاومة العراقية هي التي ضغطت بشكل كبير، وهي التي يعني وجهت سلاحها للقوات الأمريكية، وهي التي كبدت القوات الأمريكية خسائر، جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تفكر 1000 مرة في أنها بالفعل لابد أن تغادر وتعيد حساباتها، لأن المقاومة العراقية هدفها الوطن، أما الأساس والمسؤولين في العراق هدفهم الكراسي والمناصب والفلوس. صحيح، وإحنا قلنا أن غالبية من هم موجودين في المشهد
جزء كبير منهم يعمل لصالح هذه الأجندة الأمريكية من الأساس. وبالتالي احنا نعلم العراق منذ الغزو في 2003 منذ غزو العراق الغزو الأمريكي للعراق في 2003 من أتوا لي أو تعاقبوا على يعني حكم العراق جاءوا عبر الدبابة الأمريكية. وبالتالي دول ما نقدرش يعني نصفهم بأنهم وطنيين حقيقيين. الذي يعبر عن الوطن المكلوم والوطن الجريح العراق الجريح هم المقاومة العراقية التي تتصدى بكل قوة للولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأمريكية وترفض. هي التي رفضت بشكل كبير أن يبقى أو تبقى هذه القوات الأمريكية وقالت كلمتها مبكرا. يعني احنا ما نقولش أنها قالت الكلمة الآن، قالت كلمتها مبكرا أنه لابد من أن ترحل هذه القوات الأمريكية ولن تبقي أحد من هذه القوات على الأرض العراقية. وبالتالي هنا لما جت أزمة كورونا سرعت إلى حد كبير، ما يقدرش ننكر هذا الدور. يعني من يحاولون أن ينكروا هذا الدور، خلينا نشوف حتى على الميديا العالمية. يعني على الميديا العالمية أصبح الآن حتى وإحنا بنتكلم على الملف العراقي وبنتكلم على ملف احتلال أو قوات محتلة للأراضي العراقية ستنسحب، يعني ده ملف يعني إقليمي إلى حد كبير، حتى وإحنا بنناقشه على شاشة النيل الأخبار لا يمكن أن نغفل دور كورونا باعتبارها طبعا الحدث الأكبر في العالم والذي سيلقي تبعات على كل الملفات. فيما يتعلق بهذه التبعات ربما توقفنا عند التبعات الاقتصادية على وجه الخصوص. التبعات الاقتصادية احنا شايفين المجتمعات الرأسمالية هي التي أظهرت وجهها اللا إنساني والقبيح، بمعنى أنه النظام الرأسمالي تخلى عن مواطنين. شفنا إيطاليا حتى عن مواطنين، مش مواطنين بالداخل بس، حتى يعني حلفائه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حليفة لدول أوروبا تخلت عن كل هذه الدول، عن فرنسا، عن إيطاليا، عن أسبانيا، عن إنجلترا، تخلت عن الجميع ويعني انكفأت على نفسها. مش كده وبس، ده هي في مأزق داخلي، لأن النظام الرأسمالي العالمي نظام يعتمد على الحرية الاقتصادية صحيح. وعلى يعني على الفردية إلى حد كبير. وبالتالي القطاع الخاص اللي هو مفروض يدعم الدولة في هذه الأزمات تخلى عن الدولة في هذه الأزمات أو في هذه الأزمة، لدرجة أنه ترامب نفسه ابتدى يبحث عن آلية لمواجهة القطاع الخاص، لأنه القطاع الخاص مش موافق أنه يدعمه بشكل حقيقي لمواجهة الوباء. فاضطر أنه يبحث عن إيه؟ أنه يبحث عن قانون، يدور في دفاتره القديمة فلقى قانون قديم اسمه الإنتاج الدفاعي. القانون ده كان صادر أثناء الحرب الكورية سنة 1950، مخرج لهذه الأزمة، مخرج بقى أن أنا هضغط على القطاع الخاص وهقول له أنه إحنا في حالة الخطر. هو بيقول القانون بيقول كده، أنه في حالة الخطر تتجه المسار أو تجنب المصلحة الخاصة لصالح المصلحة العامة. وبالتالي كل ما يعني تحت أيدي القطاع الخاص من أموال يمكن أن توظف لحل هذه الأزمة. طيب أمريكا عندها مجتمعات بقى أخرى اتبعت هذا النظام وما عندهاش قوانين ولا تشريعات، فهي دي اللي في مأزق. اللي في مأزق أكتر بقى دول أخرى في العالم الثالث زي مجتمعاتنا مثلا. الدولة المصرية قامت بكل جهودها فيما يتعلق بهذا الملف، ملف الأزمة أو أزمة صحيح. كورونا. المواطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كده، المواطن هو رقم واحد صحيح. وكل إمكانيات الدولة ستسخر لهذا المواطن. بس ما عندناش إحنا بقالنا 40 سنة أو أكتر من 40 سنة قررنا أن إحنا نمشي في فلك النظام الرأسمالي وفقا لآليات السوق صحيح. فبقى عندنا قطاع خاص وعندنا رجال أعمال أو يعني أنا بعتبرهم سماصرة أعمال، لأنه مش بالمعنى مفهوم رجل الأعمال لابد أن يبقى عندك عمل منتج. إحنا كلها أعمال سمسرة وأعمال يعني ومشروعات غير منتجة، لكن لا تعود بالنفع الحقيقي على الشعب المصري. لكن يعني شفنا تضخم في ثروات رجال الأعمال. الآن في هذه اللحظة ما عندناش. أمريكا اللي هي قمة النظام الرأسمالي العالمي اللي احنا ماشيين في فلكه للأسف الشديد قدرت انها توجد لنفسها مخرج، احنا مش عارفين نوجد لنفسنا مخرج. فلا بد انه يبقى في تشريع. مجلس النواب لابد ان يجتمع، لان انت في ظرف استثنائي بيواجه العالم كله. في ظرف كله استثنائي يعني. انا بشوف او بتابع عن كسب ما يحدث فبنبص نلاقي ان القطاع الخاص في مصر ورجال الاعمال في مصر وفي العالم الثالث بشكل عام، عشان ما نبقاش بنقول على مصر بس، لا ده في كل مجتمعات العالم الثالث رجال الاعمال تخلوا عن والقطاع الخاص تخلى عن مسؤوليته الاجتماعيه
تجاه المواطنين، مع انها دي مسؤوليه اجتماعيه واجبه عليه. دي جزئيه مهمه جدا فيما يتعلق بالمسؤوليه الاجتماعيه. في البعض من رجال الاعمال، وزي ما قلنا احنا ضد فكره التعميم، بيتعامل في فكره انه لما يقدم دعم او مسانده لدولته ان ده في نوع من المن او من التفضل، مع العلم ان الثروات الهائله اللي هم كونوها من خير مصر. استاذ امل، انا بتاع علم اجتماع سياسي. اتفضل يا فندم. انا بكلم حضرتك انا بكلم حضرتك عن علم. انا بقول لك انا بحثت عن الاصول الاجتماعيه لرجال الاعمال في مصر، ما حدش فيهم نزل في بقه معلقه ده. دول كل ثرواتهم اتشكلت في ال 20 30 سنه الاخيره، واحنا عارفين اتشكلت ازاي وكيف تضخمت هذه الثروات. دول جزء من بيشتغلوا يعني كومبرادور لدى النظام الراسمالي العالمي، وعارفين اتكونت هذه الثروات من خلال تزاوج راس المال والسلطه اثناء حكم 30 سنه للرئيس مبارك، وبالتالي احنا عارفين كيف حدثت هذه، كيف شرعوا قوانين كي يستولوا على المال العام، وبالتالي جزء كبير من الثروات دي هي ملك الشعب المصري. ده صحيح. وملك الفقراء والكادحين اللي الدولة المصرية لم تبخل، ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا الحكومة لم تبخل بأي جهد فيه إنها تحشد كل طاقات الدولة وكل ميزانية الدولة لمكافحة ومواجهة هذا الوباء. طب يعني المفروض موضوع ما لا يترك لهوى رجال الأعمال ما في تشريع وقوانين، لسه إن كل واحد ملزم يقدم كل مسؤولياته قصاد دولته ووطنه. يعني كتبت مقال اليوم هينشر غدا يعني عنوان المقال: المسؤوليه الاجتماعيه لرجال الاعمال في زمن كورونا. رجال الاعمال لم يقوموا بمسؤوليته الاجتماعيه، وبالتالي على الدوله ومن حق الدوله المصريه ان تتجه فورا لاصدار تشريع. ده يعني المافيا في ايطاليا قدمت لهم تخيلي مساعدات. يعني المافيا في ايطاليا ويعني وفي اماكن اخرى من العالم، يعني تجار المخدرات في يعني في حتى الاتحاد الامريكي والسارقين في وقت الأزمة كبيرة بيبقى لهم دور مجتمعي. تخيلي اللي هم يعني لما المافيا تتبرع ب7 مليار دولار في التو واللحظة، ويروحوا في مشهد مهيب العربيات بتاعتهم اترصت ونزلوا جايبين الفلوس بيقدموها للدولة. تخيلي يعني ويعني ودول لا أخلاقيين ومدانين و و و أنت بقى بتتقدم كصورة يعني صورة مشرفة وإنك عضو منكم من هم أعضاء في البرلمان، ومنكم من هم نجوم في المجتمع، ومنكم من هم أصحاب قنوات فضائية بتلمع فيك طول الوقت وبتاع. لا، أين هذا الدور؟ أولا اللي بيعمله جمعيات خيرية، لا، الدور المسؤولية الاجتماعية لرجل الأعمال لا تتمثل في كرتونة سكر وزيت وبتاع، لا، ده مسؤولية. أنت بتاخد الدولة بتدعمك على كافة المستويات، بمعنى إنها بتعفيك من ضرائب، الدولة بتديك يعني حتى الخدمات الرئيسية، اللي عنده مصنع مش عارف إيه ولا اللي عنده إيه بياخد كهرباء ببلاش، وتسهيلات كثيرة، واخد أرض ببلاش. يعني ده في يعني رجل اعمال بدون ذكر اسمه يتكلم على في احتماليه لتخفيض العماله وتقليل الرواتب، ده بجاحه. يعني بدل ما انت على الاقل اضعف الايمان تثبت الناس على وضعهم، بيطلبوا الزياده بس تثبتهم على حالهم. لا، ده انت بتقول يعني هيبقى في هتمشي الناس وهتقلل المرتبات. هقول لحضرتك عشان كده انا اعتقد، وانا انا انا يعني عندي قناعه بان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بهذه الخطوه خلال الايام القليله القادمه بعد ان تنتهي هذه الازمه. اولا سيكون هناك وقفه مع هؤلاء رجال الاعمال. طبعاً. ده الوقفه الاهم بقى مع النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي اللي هو قايم النظام الراسمالي على اليات السوق، ده شفنا اول ما جت ازمه حقيقيه ايه اللي حصل؟ انهار النظام واتكشف وجهه القبيح. في المقابل شوف الصين بقى اللي عندها نظام اشتراكي. بمعنى ايه نظام اشتراكي؟ او نظام بيكفل للدولة انها تبقى في ايدها كل وسائل الانتاج. ده او ادى الى ايه؟ ادى الى ان الدولة قالت للمواطنين انا بحميكم، عايز احميكم، انتوا كله يقعد في بيوته، بس وانت قاعد في بيتك لا هتفكر في اكلك ولا في شربك ولا في سبل الحياة، ماشي كده؟ في المقابل انت هنا الدولة بتقول للناس اقعدوا، والدولة لو تتمكن انها تقول للناس اقعدوا تماما هتقول لهم اقعدوا تماما. بس زي ما قلنا هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع، الدولة والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدنية ورجال الأعمال، فنانين المشاهير، الناس اللي بتطلع في اعلانات رمضان وبيقضوا ملايين الجنيهات، طلعوا احسن برضه من رجال الأعمال. يعني بعض الفنانين على الاقل بعض الفنانين احنا زي ما قلنا احنا ضد فكرة التعميم، في نماذج محترمة ولكن احنا منتظرين الافضل. يعني انا بتكلم على انه هذا النظام ادى الى ايه؟ ادى الى ان المواطن اللي الدولة بتقول له في بيتك
بقى المواطن الفقير انا وانت نقدر نقعد في بيتنا ومش هنتقصر. في الناس الفوعاليه اللي على باب الله اللي بيعمل دليلين في الشارع ما يقدرش يقعد. الذي يعمل الذي يحصل العماله غير المنتظمه. العماله غير المنتظمه هي العماله الاكبر، يعني الذين يعملون في القطاع غير الرسمي في الدوله 17 مليون، ال 17 مليون دول بيعولوا تقريبا 3 ارباع المجتمع. صحيح. طب دول بقى اللي بيشتغل يوم بيوم ده قدام في ظل ازمه كورونا قدام حاجتين. 30 ثانيه ارجوك. 30 ثانيه، يا يموت بكورونا وده انا اللي ختم بيه مقالي بكره، يا لا يموت بكورونا يا يموت من الجوع. فهو ما قداموش غير هذه الخيارين. هي مسؤوليه مجتمعيه تقع على عاتق الجميع. ايوه المسؤوليه الاجتماعيه للدوله. بنشكر الدوله وبنشكر كل مؤسسات الدوله بدءا من مؤسسه الرئاسه لمجلس الوزراء لكل مؤسسه والاجراءات المتخذه لكل الاجراءات اللي هو يفوق على فكره ما تم يفوق قدراتها وامكانياتها. لكن هؤلاء رجال الاعمال وهؤلاء السماسرة لابد من أن يعني تكون هناك وقفة قوية معهم وعشان جداً. ده الأمن القومي طبعاً. الاجتماعي للشعب المصري. احنا بدأنا الحلقة بالعراق اتكلمنا عن مصر يعني في النهاية كلها أمور دلوقتي أصبحت متداخلة ومتشابكة ومنصهرة مع بعضها بشكل كبير، والعنوان الرئيسي والأبرز تفشي فيروس كورونا وتداعياته وتبعاته السلبية بقى على المناحي الاقتصادية والسياسية والأمنية والميدانية في كل بقاع الأرض. شرفت ونورتنا الأستاذ دكتور محمد سيد أحمد المحلل السياسي، أشكرك على تلبية الدعوة وتشريفك لينا، ويدوبك تلحق بقى تروح دلوقتي عشان ميعاد الحظر إن شاء الله. أنا بشكركم جدا مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.